السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع هذا المقطع القصير. أخي الحبيب، أختي الفاضلة، كتير مننا عايشين في مشاكل، كتير مننا عايشين في ابتلاءات شديدة جدا، سواء كان مرض، سواء كان فقر، سواء كان ضيق، سواء كان دين، سواء كان أي حاجة. الابتلاءات بتتنوع. لقد خلقنا الإنسان في كبد، والمولى عز وجل جعل هذه الحياة دار ابتلاء وليس دار إكرام. وأما الإكرام فلا يكون إلا في جنة الرحمن التي أعدها الله عز وجل لعباده المؤمنين، وقال فيها: ما لا عين رأت، أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سيدنا موسى عليه السلام حينما فر من فرعون وجنوده فخاف ووقف أمام البحر، فما كان منه إلا حينما قال له بنو إسرائيل، قال: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. قبل ما يقول حرف النون بتاع سيهدين، فأوحينا، فاء الفرج، فاء التعقيب، فاء السرعة، فاء الفرج الذي يأتي من عند الملك سبحانه وتعالى. فأوحينا إلى موسى أن نضرب البحر بعصا. وماذا يمثل العصا بالنسبة للبحر؟ خذ بالأسباب بس، ما فيش مشكلة، خذ بالأسباب فقط. فأوحينا إلى موسى أن نضرب البحر بعصا، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الله أكبر. فالله عز وجل الذي شق البحر لموسى عليه السلام بعصا قادر على أن يشق لك طريقك إلى الجنة وإلى مرضات الله سبحانه وتعالى، لكن خذ بالأسباب. من تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب. عندك هموم، عندك كروب، عندك ديون، عندك مشاكل، الله عز وجل قادر على أن يشق لك كل هذه الأشياء، وعلى أن يفرج عنك كل تلك الأشياء، وأن تسير بين هذه الحياة وفي دروب تلك الحياة وقد تخلصت من كل المشاكل وكل الابتلاءات بفضل الله أولا سبحانه وتعالى، ثم بأخذك للأسباب. ومن الأخذ بالأسباب طاعة المولى عز وجل، ومن الأخذ بالأسباب التقوى، وهي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد اليوم الرحيل. ومن الأخذ بالأسباب كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى، أن تتوكل على الله حق توكله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. الله أكبر. إذن فما عليك إلا أن تشغل نفسك بطاعة الله، وأن تتوكل على الله، وأن تحسن ظنك بالله، وأن ترضى بقضاء الله، وأن تأخذ بالأسباب، وتيقن أن الله عز وجل قادر على أن يشق لك نورا من الخير ونورا من الأمل وسط تلك الظلمات، كما شق البحر لموسى عليه السلام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.